نلتقي بك ليش لا. نسيت وش كنت بقول بس عادي بكمل، خليك قاعد تصور ما هي مشكلة. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في ضيف جديد وفي تحدي فريد وفي يعني شيء كل شيء مفيد وحديد يعني بالتأكيد ما لها دخل، صح؟ حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله أنتم متابعين الكرام. الله يسلمكم، نورنا. الله ينور أيامك أستاذ جهاد. الاسم الكريم؟ خالد الشوف. وأكرم. والاسم الكريم؟ مصلح بن خالد بن طيري. ولده ولا أخوه ولا أبوه؟ لا ولده. ولده ما شاء الله. يعني تتشابهون، أنا قلت إنه في صلة قرابة. واللي عمرك يبقى. والله ونعم. الله يصلحنا يصلح لك. طيب يا أستاذ خالد، عندنا اليوم تحدي جديد، تحدي خفيف لطيف، وأنت يعني من نظرة الرجال تعرف خوافيه، فيبدو لي طال عمرك إنك يعني بتجيبها بإذن الله. كيفك وحاسة الذوق؟ والله لك على بس إن شاء الله. والذيبان؟ حلو حاسة. طيب تبي التحدي معك ولا معه؟ ولا لا ابدا باخو بلدي. والله ولا معكم انتم الاثنين؟ هنا القوه. بس اشتريت ابى اتحداكم انتم الاثنين. حلوين كذا، من شابه هباه فما ظلم اذا نجح. والله نعم، وهذا الشبل من ذاك الاسد، ايش رايك فيني؟ نبدا في التحدي. التحدي سهل جدا 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 يا جماعه. 1 2 3 عندنا 3 مكونات من العصيرات الطازجه هنا في هاي كافيه. المطلوب يعرف لي في كل عصير وش مكونات الفواكه اللي فيه. سهلة ولا لا؟ سهلة سهلة إن شاء الله. تمام، اختاروا لنا الآن واحدة من هذه الأكواب حتى نختبركم فيها. شد حيلك ابدأ. بسم الله على بركة الله. هذا شكلها صعبة. متأكد؟ أنا مالي ده أموري أصبح الوصاة. طيب قاعد الوصاة. بسم الله، أمسك المايك لو سمحت. كوبين كور 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 لونه ان شاء الله ان شاء الله انه سهل. نقول ان شاء الله سهل ان شاء الله. والكوب الثاني بعد ابوه حق ابوه يضبطكم، تفوزون تيجي الجائزه، ترجعون البيت بجائزه وقهوه، امور طيبه. سم وسم. بسم الله، تذوقوا واعطونا. دق انتم الاثنين كلكم مع بعض. اصملوا على اجابه واحده انتم الاثنين. تشاور تشاور ابد، خذوا راحتكم. حلوه خلفات ما نضيعها. ايش رايك؟ كان الليمون برتقال. لا والله اذا كان اذا برتقال يلا حاول تستعجل يا جماعه. حاول تستعجل. يمكن البرتقال هذه عايشه في اشجار ليمون، الشجره ذي يا سلام على الواصف. والله يعني شيء ما يقول برتقاله، ولكنها نبضت وخرجت من بستان ليمون، من شجره ليمون. فكره ترى، فيها فكره، الموضوع فيه فكره. اصملوا على إجابة يا جماعة الخير، لأن الهدية وين الهدية؟ أعطونا الهدية، قربوها قربوها قربوها. برتقال ليمون، توكل. إجابة أخيرة، ترى ما أقدر أجامل، لو في خطأ واحد بقول لك مع السلامة. برتقال، أكيد أكيد. برتقال ما هو ذيك الجودة، ما هو بصرة. أكيد. طيب عموما يعني هم اللي قالوا، ما تقدر تقول انا لخبطتهم. الجمهور الله يهديكم انتم الجمهور يعني مع المهم حظ اوفر. تدري وش الاجابه؟ تنقهر صح؟ برتقال وليمون. خدعتك برتقال، خربت الجائزه. قهر قهر مسكين. ونلتقي بك ليش لا؟